واش يا خويا باش نكذب عليك انا؟ قال لي الزوج الزوج، واش نزوج؟ ما قلتش راسي والله ما قلت راسي. قدم يقول 50 مليون انا اعطيت لهم هضره طياره، قلت لهم اذهبوا الى مجانا، ان مجانا انها الحبشه، والله العظيم لا يحقر فيكم احد، انها فيها عبد اسمه كراس، انه جونتي، لما عندكش السكنه تجي السكنه، ماكش خدام تخدم، حنا ولاد الفلاج نموتوا، وهذه الحياه فهمت، وانا نتزوج والحمد لله، وهذه جبت فيها وسع العوينة، وانا تزوجت انا الكوتا، وين دخل لي في شتيك، وانا كي تجيب مرة تاكل وترقد، واش من فايدة ترينا؟ صح راني كمعلمة طبيبة راني قابل، ولكن كي تجيبها تاكل وتشرب وراقدة واش ندير بها؟ انا غادي سيدتي ان شاء الله نسكن فيها، نخرج لها هنا ندير لها قصبة الفرنو وراني ساكن، والصباح رباح كما قال المصري، وهذه هي الحياة، وشكرا وربي بقى لكم ستر.